السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنتكلم على الستايل في برنامج السكتش أب. الستايل يعني إيه؟ الطريقة اللي بيظهر بيها النموذج اللي إحنا شغالين عليه. فأنا ممكن من ويندوز أقول له أنا عايز أغير في الستايل، فبيجيب لي الستايلات اللي موجودة. كل واحد فيهم بيبقى فيها شوية إعدادات، يعني لو اخترت دوت هتلاقي الإعدادات اختلفت، لو اخترت ده هتلاقي بدأ يغير لي الخلفية وبدأ يغير لي التخانات وبدأ يغير لي الخطوط نفسها ظاهرة إزاي. زي ما انت شايف، مجرد ان انا اعمل سيلكت ده جاب لي مثلا كله واير فريم. ممكن اقول له انا عايز هوم، وممكن اقول له انا عايز كولر، واروح مختار حاجه بالشكل دوت او الشكل دوت زي ما انا عايز. وليه ان انا اعدل فيهم؟ يعني ممكن اختار دوت وادخل ايديت واقول له انا عايز بلاك ايدج، عايز ديبت قد كده، الاكستروشن. ابدا اغير الاعداد بحيث ان انا اختار الحاجه اللي انا عايز يظهر بيها الشكل اللي بتاعي. تمام، ممكن اقول له ميكس، ممكن ادمج منهم، ممكن اقول له انا عايز الفيس كذا، ممكن اقول له مثلا عايز حاجه بالشكل دوت وابدا احط فيها. تمام، طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت عايز اخد دي كصوره عشان اشتغل فيها في فوتوشوب. اقول له فايل اكسبورت، ممكن اقول له تو دو جرافيك، وروح مسافر على انها جي بي جي او بي دي اف او بي ام بي او اي او بي ان جي، اي امتداد يشتغل معايا على الفوتوشوب. اسيف الصوره وافتح الفوتوشوب واشتغل عليها عادي. تمام، بعد ما اكون ظبطت الستايل في برنامج السكتش اب.